احتفلت محافظة بورسعيد باختيارها عاصمة للثقافة، وتضم الاحتفالية التي تستمر حتى نهاية العام الحالي 108 فعاليات ثقافية وفنية وفكرية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة، وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة. المزيد في سياق التقرير التالي. عروض ثقافية وفنية مختلفة تشهدها محافظة بورسعيد هذا العام احتفالا باختيار وزارة الثقافة لها أن تكون عاصمة للثقافة المصرية، فكانت البداية من المركز الثقافي، ذلك الصرح الثقافي الهام بالمحافظة الذي شهد انطلاق أولى فعاليات الاحتفال برعاية الرئيس السيسي. النهاردة بنفتتح ونحتفل ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، برنامج حافل على مدار العام بإذن الله، أكثر من 108 فعالية، وكمان بيزيدوا الحقيقة من بالتنسيق مع سيادة المحافظ، الحقيقة اللي هو يعني ساعدنا بشكل كبير جدا جدا، ولولا دعمه ما كناش قدرنا نحقق ده كله الحقيقة. هي مدينة البواسل وعاصمة المثقفين والفنانين، حيث كانت الاحتفالية شاهدة على هذا بوجود معرض به عدد من الصور التي تحكي التاريخ النضالي لبورسعيد، وتكريم عدد من رموز الثقافة والفن بها، مع استكمال الفعاليات بفقرة غنائية في حالة من البهجة والسرور كانت واضحة على أهالي بورسعيد احتفالا بهذه المناسبة التي ستقام فعالياتها على مدار العام بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة. بقى عندنا النهاردة بنية تحتية ثقافية، سواء دار الأوبرا الموجودة النهاردة أو سواء سور الثقافة أو الحدائق المفتوحة اللي فيها كل حديقة دلوقتي مع بالتنسيق مع وزارة الثقافة، كل حديقة فيه مسرح مفتوح دلوقتي بتمارس فيه الأنشطة الأدبية والثقافية لبورسعيد. طول عمرها بورسعيد من وإحنا أطفال في الستينات والخمسينات كانت هي الثقافة المصرية موجودة بورسعيد واسكندرية. بورسعيد كانت فيها أكبر عدد سينمات موجود في مصر، أكبر مسارح، كان فيها أكبر نهضة مسرحية. حاجة جميلة جدا أول مرة تحصل يعني بورسعيد، يعني ست سنين يعني بصراحة من بقت ساعة ما مسك الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقت عاصمة الثقافة في بورسعيد، وكل ده بقينا بنشوف حاجات جديدة وحاجات فعلا أكثر من رائع. أنا بحب نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياره بورسعيد منارة للثقافة المصرية، وده مش جديد على بورسعيد، زي ما اخترناها إن هي تكون قطرة التنمية لمصر كلها بإذن الله تكون منارة للثقافة المصرية بورسعيد. احتفال مستمر بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الثقافية خلال الأيام القادمة، تنفيذا لخطة الوزارة في النهوض بالثقافة والفن في جميع محافظات الجمهورية. اختيار محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية تقليد استحدثته وزارة الثقافة لتنشيط الحركة الثقافية وتشجيع المحافظين على إقامة مثل هذه الفعاليات لوضع المحافظة على خريطة الترويج السياحي والثقافي. من محافظة بورسعيد، محمود جميل، التلفزيون المصري.